أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك، صدق الله العظيم، بارك الله فيك. شكرا يا شيخ اسلام، شكرا يا دكتور محمد، بارك الله فيكم، نلقاكم على خير دايما، يا رب نشوفكم دائما في احسن حال، بارك الله فيكم. وهكذا مشاهدينا الاعزاء ناتي على نهايه هذه الحلقه الطيبه المباركه من الكتاب المبين. تناولنا فيها جزءا يسيرا من الادب في الكتاب المبين، وخاصة الأدب مع الله عز وجل. حضراتكم تعلمون وأنتم على العين والرأس، ونتعلم من الجميع أن أهم قواعد الإسلام هي الاهتمام بالأخلاق والآداب والمعاملات.